الله يوفقنا على الخدمة هذه. مسرحية على الملأ وواقع صحي متهالك يغوص في مستنقع الفوضى والفساد الذي يعيشه العراق، والذي يصنف ثالث أسوأ دولة في مجال الرعاية الصحية الأولية بالعالم بحسب موقع نومبيو الذي يعنى بالمستوى المعيشي لدول العالم وجودة الرعاية الصحية. غياب تام لشروط السلامة في غالبية مستشفيات العراق، ونقص في الأدوية، وترد في خدمات الرعاية الصحية بمختلف مستوياتها، فضلاً عن انتشار المستشفيات الخاصة والمراكز غير المرخصة التي تعود لشخصيات وأحزاب سياسية وتتسبب بإزهاق أرواح العراقيين. العالية جنازة والله. إفلات الجناة من شخصيات وجهات سياسية تسببت بانهيار الواقع الصحي في العراق من العقاب يدحض الدعاية الإعلامية لحكومة الإطار التنسيقي وبرنامجها الحكومي الذي يدعي محاربة الفساد واجتثاثه ليكون اجتثاث صحة المواطن العنوان الأبرز. استعنا بطوارئ رضيعة وكون حالة طارئة، سيارة أسعاف ما ببنزين، ويقولون أنا ما عندي بنزين، والرجل بين الحياة والممات. عراقيون يصارعون الموت في مشاهد أثارت استياء الشارع العراقي تجاه استهانة الحكومة بحياة العراقيين، على الرغم من حجم الأموال التي تصرف في مشاريع إعادة التأهيل ولا يرى منها أثر. صار ساعة انتظر، هذا سوى الشعب رجلي يقولون انتظر الكهرباء، انت والكهرباء بعد. حكومة فاسدة تتسبب بفقدان العراقيين الثقة بمستشفياتهم، ما يضطرهم للهجرة من أجل العلاج وصرف مبالغ طائلة تقدر ب6 ملايين دولار شهرياً تذهب من جيوبهم إلى دول الخارج في بلد أضحت ميزانيته الانفجارية حديث العالم اليوم، وتجاذبات سياسية بين القوى البرلمانية تمنع من تفعيل ملاحقات قضائية لقضايا فساد تقدر بنحو 25 مليار دولار في الوزارة خلال السنوات العشر الماضية.